السلام عليكم، ان شاء الله على فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وعلى خير. لقاء جديد ووصفه جديده نتقاسم معكم اليوم، ميني فطائر البيتزا. يجو خفاف ومن اروع ما يكون في البنه، والشكل تاعهم بزاف راقي. نتمنى تجربوهم حتى نتوما، اكيد راح يعجبكم. ونقول لكم تبعوا معي كامل الخطوات، نتمنى لكم مشاهده طيبه. اول حاجه نوجدوا الصلصه تاعنا باش تبرد. هنا جبت الكاسرونه حطيت فيها شويه تاع الزيت وحبه طماطم كنت قطعتها بها بالقشره بالزريعه، غسلتها فقط وقطعتها. نحط معها السنه او الفص تاع الثوم، حطيت هنا شويه تاع الزعتر اليابس او المحكوك، شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود. حطيت معهم هنا ملعقه تقريبا صغيره تاع صلصه الطماطم، ونضيف لهم نص كاس تاع الماء، ونحط الكاسرونه تاعي فوق النار ونخليها تغلي ونخلي هذيك الصلصه تطيب. دو طون زون طون نحرك الصلصه تاعي حتى نشوفها نشفت كامل من الماء، ونتحصلوا على هذا. مباشره نطفوا النار ونجيبوا لو بغا ميكسور ونرحوها وهي سخونه، ومن بعد نفرغ الصلصه تاعي في ان ريسيبيون، نخليها تدفى فوق لو بلون دو ترافاي، ومن بعد ندخلها للثلاجه باش تتماسك. نروحوا مباشره للعجينه. جبت هنا ان ريسيبيون نحط فيه كاس تاع الحليب دافي مع نص كاس تاع الماء دافي، نضيف معهم ربع كاس تاع الزيت، نضيف بياض حبه بيض بدرجه حراره المطبخ والصفر، نخلوه ندهنوا به. عندي هنا تقريبا ملعقه كبيره تاع الزعتر اليابس او المحكوك، راح ننسمو لاباط تاعنا. وهنا عندي ملعقه صغيره تاع خميره الخبز مع ملعقه صغيره تاع السكر، نضيف لهم هنا ملعقه صغيره ماشي معمره تاع الملح. نجيب الفوي او الخلاط اليدوي ونخلطهم كامل مع بعض. من بعد نزيدو كاس تاع السميد رطب الرقيق كامل، نعاودو نخلطو كامل هاد المكونات، نغطوهم ونخلوهم مدة 10 دقائق باش يشرب هذاك السميد. وبعد ما فاتت 10 دقائق راكم تلاحظوا السميد راهو شرب كميه سوائل. هنا راحين نضيفوا الفرينه اللي هي 3 كيسان، نضيفوهم غير بالتدريج بالكاس ونحركوا او نخلطوا. نضيفوا الكاس الثاني تاع الفرينه كيف كيف ونخلطوا. ونضيفوا الكاس الاخير تاع الفرينه ونعاودوا نخلطوها، نتحصلوا على عجينه نوعا ما تكون تتلاصق في اليد وتكون طريه. نحط العجينه تاعي فوق لو بلون دو ترافاي، ندلكها مده دقيقتين حتى لثلاث دقائق. هنا تقدروا تستعملوا العجانه او البيتخان، انا ما حبيتش نستعمل، حبيت نديرو على الطريقه العاديه. هنا بعد ما ندلكها نشوف، اذا شفتوها تتلاصق بزاف في اليدين تقدروا تضيفوا ملعقه ولا زوج تاع الفرينه. انا ضفت هنا ملعقه فرينه باش شويه تتماسك وراح تتشرب اكيد كميه السوائل. اذا شفتوها يابسه بزاف تقدروا تاني تزيدوا لها زوج ملاعق تاع الماء، المهم على حساب نوعيه الفرينه والسميد اللي استعملتوه.
وبعد ما دلكت العجينة نلمها بهذا الشكل، نحطها في ان ريسيبيون مدهون بشوية تاع الزيت، نغطيها بالبلاستيك الغذائي او الفيلم اليمونتير، نزيد نغطيها بان تورشون، نخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها تقريبا واحد النصف ساعة. من بعد نوليلها، نعاود نحطها فوق سطح العمل وندلكها او نكسرلها الخمور، ندلكها غير شوية لبعض الثواني من با دقيقة، ونعاود نردها في الغيسيبيون تخمر للمرة الثانية. وبعد ما خمرت العجينة للمرة الأخيرة أو الثانية والأخيرة، هنا نحطها فوق سطح العمل. وشوفوا العجينه كيفاش تكون، ما شاء الله دير هذوك الفقاعات بزاف هايله. هاد العجينه للفطائر وحتى للبيتزا تقدروا تديروها. من بعد نجيب كوبات، نقطع او نقسم العجينه تاعي الى قطع او الى كرات صغيره، من الاحسن نوزنهم باش يجونا كامل كيف كيف. الا ما عندكمش ميزان تقدروا ديروا عينكم هي ميزانكم. دونك ندير فيهم 50 غرام للكره تاع العجين. نسقم كرة العجين بهذه الطريقة، نحطهم هكذا فوق سطح العمل، نشكل كرات بهذا الحجم. من بعد نرش سطح العمل بشوية تاع السميد اللي يكون رطب طبعا، ونحط الكرات التوعي ونغطيهم باش ما يديروليش القشرة من الفوق. ومن بعد تجيب هنا صينية تاع الفرن مغطاة بورق الطهي، نحط او نرش عليها شوية تاع سميد رطب، نحط هذوك الكرات التوعي، نستفهم هكذا بهذا الشكل. نعاود نجيب الصينية الثانية كيف كيف، نعمرها ونرشها اولا بسميد رطب ونعمرها بهذوك الكرات. نجيب هنا صفر البيض اللي كنت خليته في الاول، ضفت له ملعقه كبيره تاع الحليب، ونجيب البانسو نبدا ندهن في كرات العجين، من بعد نرمدهم في الجلجلان الابيض. كما تعرفوا الجلجلان راهو فيه منافع كبيره بزاف، دونك بروفيتي ديروه في الفطائر، ديروه في البيتزا والمأكولات تاعكم. كما تعرفوا راه فيه الكالسيوم مليح للذاكره، خاصه لاولادكم اللي يقراو راه بزاف ينفعهم. وجبت هنا كاس عادي دهنتو هنا، قلبتو دهنتو بشوية تاع الزيت، ونبدأ نتقب بهذه الطريقة ونوسع التقب هذاك تاع اللي نديرو فيه الصلصة بهذا الشكل. وكل ما تشوفوه لصق لكم روحوا ادهنوه بشوية تاع الزيت. نجيبو الان الصلصه تاعنا، شوفوا الصلصه كيفاش تماسكت. نديرو مقدار تاع ملعقه صغيره في كل ثقب تاع العجينه او كره العجين او الفطائر. بالنسبه لاكارنيتور تبقى على حساب الرغبه. درت هنا شويه تاع المرقاز، نحيت له هذيك الجلده ودرت قطع صغيره، درت موراها فرماج غابي، وزينت هنا بالفلفل الاخضر والفلفل الاحمر وشويه تاع الزيتون اون غونديل. راح ندخل الفطائر مباشره يطيبوا، طيبوا لي من تحت كيما تماما كيما نطيبوا لي بريوش، يطيبوا من تحت تقريبا واحد النصف ساعه. من بعد نعاود نهبطهم ونشعل عليهم من الفوق حتى يتحمروا، نزينهم بحبيبات تاع الزيتون ونزيد نرشهم بشويه تاع المعدنوس.
وهادو هما لي ميني بيتزا او فطائر البيتزا، جاو من اروع ما يكون، جاو بزاف خفاف وبنان حتى من الداخل، بزاف بزاف هايلين. نتمنى تفرحوا بهم وليداتكم. نقولكم شكرا على حسن المتابعة، الى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله.